كما بالنسبة لموسى، كما بالنسبة لإبراهيم، كما يذكر ذلك علماء الشيعة والسنة، أهل البيت في القرآن لم يرد إلا لأزواج الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وهنا الآية تتألق لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل هذا البيت هم ساكنوا هذا البيت، وأزواجه وبني هاشم كلهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا يريد يطهركم تطهيرا، هذا يتكلم عن نساء النبي ما قبل الآية وما بعد الآية. ثالثا هذا التطهير، هذه الإرادة إرادة شرعية وليس إرادة كونية، كما للمزكي يقول يطهركم تطهيرا، للمتوضي يقول يطهركم تطهيرا. إذا هذه الإرادة إرادة شرعية، ربنا جل جلاله يريد منهم يتطهروا، لا نجعلهم مطهرين. وهم إمام زين العابدين نفسه يقول أنا مخطئ، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول أني لست بفوق أن أخطئ، أنا لست معصوم أنا أخطئ، هم يقولون معصوم. هذه مغالطة ما بعده مغالطة. وبلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا ما أنزل إليه القرآن يشرحه، أنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما أنزل إليه، هذا هو ما أنزل إليك من ربك، هو القرآن، ليس يشتغل علي بهذا. طيب نعم. واليوم أكملت لكم دينكم، هذا كان في حجة الوداع في مكة، وسيدنا علي بعد الحج كذا يوم في تاريخ المدينة، وهذا حديث الولاية. أيام قليلة ونزلت ما قاطعك ما قاطعك بلغ ولا أقاطعك ما أقاطعك. لا 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 لا، من كنت مولاه فعلي مولاه كما ذكرت بارها. إمام ابن حزم يقول هذا الحديث ليس بصحيح أصلا، ليس بحديث أصلا. ثانيا أيها العرب افهموا كلمة الفرق بين الوالي والمولى، فرق بين الموالاة وبين الولاية، هذا من باب الولاية. نعم. والولي غير الوالي. وحتى أميني ينقل كما ذكرت بارحة 20 معنى لهذا المرحلة. ولكن بعد تعويلات فاسدة كاسدة لم يستطع أن يخرج منه معنى الحكم. طيب. وسيدنا يا أخي لا تكون كاثوليك أكثر من الآن الآن وقد تداولنا. علي يقول أنا لست بأكبر أبي بكر. طيب الآن شوف الآن يا أبو مصر النوشي وسيد حسين الشامي، الآن أعزائي المشاهدين آملوا أن تكونوا قد فهمتم الخلاف في هذه الناحية. فالسيد حسين الشامي والإمامية أو الشيعة بالمعنى المصطلح العام اللي تحدثنا عنه، إذا يستندون في أمر أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه هو المفروض الوصي والخليفة من بعد، على أساس النصوص التي ذكرها الأحاديث القرائن، ثم تؤول الآيات القرآنية الكريمة التي ذكرها أحاديث القرآن لحظة تؤول في ذاك السياق. وقد رد البلوشي على هذه النصوص وهذه القرائن. الآن السؤال اللي راح نطرحه أعزائي المشاهدين هو لماذا الجيل الأول من المسلمين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الأمر واضحا لهم كما يتضح الآن في الحديث الشامي لماذا لم يلتزموا به ولماذا لم يطبقوا؟ سوف نأتي الآن إلى هذا المحور، هذا هو عشان ننتقل نتقدم بالحوار ونأتي لموضوع الخلافة وخلاف المسلمين الأول والفتنة الكبرى كما سماها المؤرخون والعلماء وجددها طه حسين الله يرحمه في كتبه في القرن الماضي. لكن نأخذ ثلاثة مكالمات وأنا متأسف للإخوان اللي ما والفاكسات اللي تيجي بنعمل لها إشارة إن شاء الله كمان، واعطيني بالليل لو سمحت الفاكسات اخي ليس لو سمحت. وش تبين لي مصادر الغدير؟ انا حديك فرصه عشان تذكروا بس لحظه بس. لحظه بس خلينا ناخذ الفاكسات بس شوي وقت عشان ننظمها شويه. والاخ عبد الباسط وصل الفاكس شكرا. والاخ اللي طرح اسئلته على هل الشيعة يسبون بعض الصحابه حنجيها بعد شويه. يطفرونهم. لا لحظه بس حنجي. اوكي ناخذ شويه مكالمات. ناخذ اذا كان الاخ ابراهيم مازال على الخط مرحبا به، اذا كان فات ناخذ اللي بعد. اخ ابراهيم معنا؟ موجود. يا هلا بك يا اخ ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك. مساكم الله بالخير جميعا. يا هلا وسهلا، شكرا على اتصالك بينا، تفضل. الدكتور الهاشمي الحقيقه هذه فرصه ممتازه، إتاحة الفرصة في الحديث في موضوع يهم الإسلام والمسلمين. وهذا المفروض يكون باب للتقريب والتئام وتوحيد كلمة المسلمين. لكن المحاذير اللي كثير من الإخوة من الشيعة ومن السنة سبق أن كلموكم عنها في حلقات سابقة، من أن
يتحول النقاش بهذا الموضوع إلى إثارة مزيد من الأزمات ومزيد من الاختلاف وأزمة الثقة بين الفريقين. أرى أن هذه المحاذير للأسف وقعت فيها مع احترامي لشخصكم ولقناتكم المستقلة. أول ملاحظة، طبعا أنا رجل شيعي على أساس ضيوفكم والمستمعين يعرفون توجهي في الكلام، لكن أنا أتكلم هنا بصفة عامة. أقول بالأمس مثلا أنتم استضفتوا رجل شيعي مقابل الأخ البلوشي يمثل الإخوة السنة، وكان محاور هو أنتم وأنتم كذلك من الإخوة السنة، والحكم المحايد الدكتور حسن مكي وهو رجل كذلك سني. فبالإضافة إلى كون الرجل الدكتور الربيعي غير مختص، كنتم ثلاثة تقريبا تحاورون واحدا وهو رجل غير يعني متخصص في هذا الموضوع الذي دعوتموه إليه الحديث فيه. الشيء الآخر، هذا أنا أتكلم نقطة يعني فنية فيما يتعلق بالتوازن في إدارة الحوار. النقطة الأخرى، إذا أردتم لهذا الحوار أن ينتج مزيدا من التقريب بين المسلمين أنفسهم، فيفترض أيضا مراعاة عقلية الشخص المتحاور سواء كان شيعي أو سني. إذا كان طرفا استئصاليا أو تكفيريا أو يتهم الطرف الآخر بالشرك، فهذا لن يقدمنا خطوة للأمام بل سيعيدنا إلى الخلف. ومن خلال ما أدري هذا أمر أنتم غاب عليكم أو أنتم قصدتموه، الأخ البلوشي من خلال متابعاتي إلى الكثير من القنوات الفضائية، الرجل ينطلق من منطلق تكفير الشيعة وهذا أمر يخصه. لا أكفر، لكن دعوة رجل يكفر الشيعة ودعوة الحوار مع طرف شيعي هذا لا يفيد. فهمتني يا أخي؟ اسمعني يا أخي الكريم، اسمعني يا أخي الكريم، أنا انتظرت كثيرا على هذا الخط، تمام؟ لا أنت كيف أعطي رأيي وأنت لك كل المساحة الليلة وأي يعني أوقات أو حلقات إضافية مستقبلة. اسمعني يا أخي الكريم، أنا أعرف فكرك، أنا لم ألتقي بك لكني أعرف فكرك من خلال لقاءاتك ومداخلاتك في أكثر من قناة فضائية. أنت رجل مسؤول أمام الله، أنت تكفر الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هذا مذهب الله سبحانه وتعالى يحاسبك عليه. أنا لا أقول أن صحيح أم خطأ، لكن أنا يا أستاذ إبراهيم خليك معي شوي، خليك معي. لا تقول لي ما لا أقول. أنا لو الحاشمي كيف يستضيف رجلا تكفر فريقا كبيرا من المسلمين؟ يا أخي إبراهيم، يا أخي إبراهيم لحظة بس، خليه يقول لك الكلمة فقط على موضوع التكفير لأنه موضوع خطير. اسمع بس من ورده وخليك على الخط. نعم. يا أخي أنت لماذا تقولني؟ هل لك الرغبة بتقويلي؟ لماذا تقولني ما لا أقول؟ أقول أنا لا أكفر الشيعة عامة، إنما أكفر من يتبنى لآراء الآتية، من قال بتحريف القرآن،